حلقة جديدة من عمايل ايديا. النهاردة هنعمل مع بعض فخدة هنعملها بطريقة حلوة جدا بحشوة الأعشاب والخضرة، هتعجبكم جدا، وتحتها الخضروات. وعندنا قبل ما نعمل الأكلة بتاعتنا النهاردة عندنا لقاء مع الدكتور أحمد جمال سامي دكتور الأطفال، هيكلمنا عن الأطفال في سن بقى إيه اللي هم خلاص راحوا المدرسة كبروا، وطبعا بيجننونا في حاجات كتير، عندنا التطعيمات، عندنا قلة الأكل، عندنا العيا اللي بيطلع في السيزنز والحاجات دي. فطبعا هنسمع ونعرف كلام كتير جدا، واسئلتكم كلها ان شاء الله هيكون متجاوب عليها. ولو في اي اسئله ابعتوا لنا طبعا على صفحه البرنامج. يلا مع بعض نطلع نشوف اللقاء ونرجع مع الاكله بتاعتنا. رجعنا لكم بعد الفاصل، وعايزين زي ما اتفقنا ان احنا قبل ما نبدأ في الفخدة اللي هنعملها قلنا ان احنا ايه هنيجي ونتكلم مع انترفيو جميل جدا جدا ومهم قوي لينا مع الاطفال اللي احنا كنا لسه عايزين نشوف سن الحضانة والمدرسة، فقلنا نيجي للمختصين زي ما اتفقنا ومتابعين مع الدكتور احمد جمال سامي دكتور الاطفال، هيقول لنا كل الاسئله اللي انتوا بعتوها لي مع اسئلتي مع برضو طبعا الخبره بتاعته. اهلا وسهلا. ازيك يا نور؟ ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ كله تمام. نبدا مع بعض ونشوف سن بقى دخول الحضانه والمدرسه. طب احنا عايزين ازاي نحمي اطفالنا من الامراض في المرحله دي، يعني كايه كحاجه كده نبدا بيها؟ بصي، بصفه عامه لازم الاطفال يبقوا متاسسين على نظام غذائي قوي جدا. لازم تكون الام عارفه تقدم ايه لطفلها وامتى تقدمه له. لو احنا هنهتم بالعناصر الغذائيه كلها، الطفل لازم هيحصل على الفيتامينات والاملاح والمعادن اللي هو محتاجها، وبالتالي جهاز المناعه بتاعه هيشتغل كويس جدا. ودي من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعتمد فيها على مناعه الاطفال. الشق الثاني، عشان دايما الامهات تقول لك انا عايزه دواء يقوي المناعه ويزود المناعه والكلام ده كله، طبعا بصراحه مفيش حاجه اسمها كده. النظام الغذائي متوازن بلس ان احنا نبتعد عن الامراض بقدر الامكان. لو احنا عارفين حد عيان اكيد ما نختلطش بيه. لو شكينا ان في حد في البيت عيان، سمعنا ان المدرسه مثلا او الحضانه ظهر فيها حاله معينه، حاجه وبائيه، لازم الطفل يقعد في البيت. طبعا طبعا ايا كانت ظروف البيت على اولادنا يا جماعه. صح طبعا، مفيش يعني مفيش مجازفه في الموضوع خالص، لان الوقايه هي الاساس. تمام، دول اهم شقين بالنسبه للمناعه بالنسبه للاطفال. تمام. طيب ولو انا عايزه نظام غذائي فعلا كويس، انا عايز اضيف لك حاجه، معلش سوري يا نورا، التطعيمات كمان. يعني طالما ان احنا العلم توصل ان احنا ناخد تطعيم عشان يقينا من امراض معينه، مش رفاهيه. يعني تخيلي انت بتقولي للطفل يعني تسيبيه يتعرض ياخد الجديري، ولا تديله تطعيم يحميه من كده، الحصبه، الحمى الشوكيه، المكورات الرئويه، الروتا، كل الحاجات دي من الحاجات اللي ما بقتش رفاهيه، لان للاسف ليهم مضاعفات خطيره جدا. بس الجديري لو الطعام وبرده ممكن يجي عادي صح؟ اي تطعيم في الدنيا بس هيجي على خفيف، ما بيديش بالظبط كده، ما بيديش بروتكشن 100%. اعلى حاجه ممكن يوصل لها 97%. فالطفل ممكن يعني حظه يبقى جميل قوي ويطلع من 3% اللي مش هيتغطوا بالتطعيم. تمام. فهنقول ان هو حتى لو جاله ديفينتلي او بالتاكيد هيجيله بصوره اخف شويه، اقل من المفروض طبعا هتقلل. ودي حاجه من الحاجات اللي احنا يعني لو قالوا لك تاخدي التطعيم وتاخدي الدور اخف، ولا ما تاخديهوش خالص ويجي لك عادي، اكيد تاخدي الشانس بتاعتك. طيب وايه اهم العناصر الغذائيه المفروض نقدمها بقى في المرحله دي؟ بصي، العناصر الغذائيه يعني بتحتوي على كذا حاجه، الخضار والفاكهه، البروتينات، اللحوم والنشويات طبعا. خلاص، كل حاجه من الحاجات دي ليها دور بتقدمه. في حاجات بيبقى فيها غنيه بالكالسيوم بالفيتامين دي، الاثنين طبعا بيخدموا على بعض، الحديد والفيتامين سي الاثنين برده مهمين جدا عشان امتصاص الحديد. لو اتكلمنا كده بشكل عام عن اللحوم، طبعا الاطفال في السن ده اللحمه الحمراء اساسيه، لازم يحصلوا على قدر كافي من اللحمه الحمراء اللي هي اللحوم العاديه. ليه؟ لانها بتبقى غنيه بالبروتين والحديد. تمام. ما يوازيها طبعا عندك الفراخ، وطبعا الاسماك اللي هي بتندرج تحت خانه اللحوم. الاسماك طبعا عشان الامهات دايما بتسال التركيز والشطاره في المدرسه والذاكره والاوميجا 3 والكلام ده كله، احنا دايما بننصح ان هم ياخدوه في الاكل احسن ما ياخدوه كفيتامين. صح.
طبعا في اسباب تانية بنضطر ندي فيها الاوميجا كفيتامين، لكن الاساس ان احنا ناخده في الاكل بتاعنا. طبعا اشهر انواع السمك واحسنهم هو السمك اللي احنا نقول عليه راوند فيش او الاسماك المدوره، زي اشهر حاجه عندنا في مصر البوري. طبعا التونه فيش من الحاجات او سمك التونه، مش التونه المعلبه طبعا. والسلمون اللي هو سمك السلمون العادي. والبوري ده بقى موجود تمام. طبعا ودي موجوده وتطبخ بقى يعني وبتطبخ. هنعمل مع بعض هنعيش مع بعض تلاقوش. وطبعا الخضار والفاكهه زي ما بنقول كل حاجه، كل نوع من انواع الفاكهه بيحتوي على عناصر غذائيه مفيده جدا. طبعا. النشويات لازم الطفل ياكل نشويات، بس لازم بقى مش لازم اضرب فيها جامد. كل حاجه عارفه في صينيه كده الناس بتستخدمها في المكسرات. أيوة. عارفه الصينيه دي مفروض تتقسم للطفل عشان حتى نشجعه ان هو ياكل انواع مختلفه. صح. فيها نص نشويات، جزء خضار، وجزء مثلا لحوم. بالظبط كده. صح تمام. طيب وطبعا في السن ده احنا عارفين ان احنا بيبقى فيه بقى اختلاط كتير في الحضانه في المدرسه. طبعا. اللوز بقى اللوز دي كانت كارثه كبيره عندي. فيعني امتى اقلق من دور اللوز؟ هو الطبيعي طبعا الاطفال بيتعرضوا لادوار كتير، منها طبعا دور التهابات اللوز، وللاسف اوقات بتوصل التهابات اللوز الصديديه. ودي دايما اللي احنا بنحسبها بالمناسبه، ان احنا بنعد الطفل بيجي له كام مره لوز صديدي في مدار السنه. لو عدت اكتر من 4 مرات ساعتها لازم نلجا لدكتور الانف والاذن عشان نستشير لو كنا هنشيل اللوز ولا لا، لان اللوز من الاجهزه من يعني يعتبر جهاز مناعي من مهم جدا. طبعا من جسم الطفل، ان هو بيساعد اول بوابه بتخش بتقابل الميكروب وهو داخل. فدي حاجه مهمه جدا، مش اي دور نقول ان احنا بعديها نشيل. صح. ومش اي حجم نقول ان احنا لازم نشيل، فلازم استشاره طبعا استشاره طبيب الاطفال ويليه طبعا دكتور الانف. دكتور الانف طبعا. تمام. طب بما اننا داخلين على الصيف، تمام، احميهم بقى ازاي من الجو ده والشمس، وايه المواعيد المظبوطه اللي هم يعني يقدروا ان هم يقعدوا في الشمس ولا عشان نحمي ضربه الشمس والكلام ده؟ طبعا القاعده الذهبيه في الموضوع ده ان الاطفال نحاول نتجنب الشمس اللي هي المسميه الشمس الحارقه، يعني. أيوة. في الفترات الاولى من الصبح اللي هي تقريبا من الساعه 12 لحد الساعه 4 اللي هم بيبقوا قاعدين فيه في البسين مثلا والبحر للاسف. لكن ما قبل ذلك وما بعد ذلك بالعكس احنا نشجعك ان هم يتعرضوا للشمس دي، لان دي اللي بياخدوا فيها الالترا فايلت ريز اللي هي كويسه، مش بكميات عاليه قوي. يعني مثلا على 8 9 نبدا نطلقهم. طبعا اللي يقدر يصحى الصبح طبعا في هو الصيف يصحى. هم بيصحوا بس اللي يقدر يطلعهم بقى. يعني معاكي لحد الساعه 11 ده ميعاد مثالي الاطفال يتعرضوا فيه للشمس وياخدوا فيتامين دي، لان زي ما انت عارفه طبعا الفيتامين دي المصدر الاساسي هو الشمس. بالظبط. او بعد الساعه 4 طبعا، بما اننا في الصيف هيبقى في شمس بعد 4 طبعا. الحاجه الثانيه ان احنا لازم اطفال يشربوا ميه كويس قوي، لازم. صح. نعرض عليهم، هم مش هيجوا غالبا يطلبوا منك. خاصه لو هم قاعدين على البحر وفي ميه وبحر والكلام ده كله. طيب حصل بقى ونزلنا في المواعيد اللي احنا ما ينفعش ننزل فيها بالاطفال. تمام. ايه ازاي اقيهم من ضربه الشمس اللي ممكن تحصل او الشمس الجامده دي؟ طبعا صن بلوك بيلعب دور اساسي في الوقت ده، خاصه لو احنا هننزل او مضطرين احنا ننزل في مواعيد اللي احنا اتفقنا احنا ما نحبهاش. فواقي الشمس طبعا من الحاجات الاساسيه جدا لازم الطفل يستخدمها، ودايما بنقول هي 50 بلس او 50 زائد 50 هتبقى كافيه جدا، مش لازم ارقام عاليه خالص. تمام. واغلب دلوقتي المستحضرات دي اللي موجوده ممكن تدي بروتكشن او حمايه للطفل لحد ساعه ونص وساعتين. تمام. طبعا لو هنقعد اكتر من ساعتين يفضل ان احنا نحط طبقه ثانيه. طبعا نعيد دهان البشره. وفي برده اللي هو الجديد بالزنك. هما في حاجات بيبقى فيها زنك كحاجه بتزود الانتجريتي او سطح الجلد، بتخليه يعني متماسك احسن شويه وبتدي له برده تغذيه. طبعا تحط على الوش. اطفال من اول 6 شهور ممكن يستخدموه، وفي انواع معينه طبعا. يعني في حاجات تتاخد 6 شهور وفي حاجات ما بعد السنه. أوكي. فدي لازم الام تنتبه ليها، وطبعا دكتور الاطفال برده ممكن يكتبها لها. طبعا ما عندي هيدريشن بقى اللي انا سوائل لازم كويس زي ما اتفقنا. ويفضل ان الاطفال الصغيرين شويه في السن اللي هم ما قبل السنه يلبسوا حاجه بكم طويل. تمام. يعني يغطوا جسمهم. أيوة. احسن في دلوقتي مايوهات كده او تيشرتات بقى، لا حتى يعني. لا قطن، يعني يلبسوا قطن. قطن ضعيف جدا او قطن خفيف جدا يلبسوه، هيغطي لهم ايديهم ومناعه والكاسكيت بقى وكده ويظبطوا نفسهم. تمام. طيب الاطفال فعلا شهيتهم بتختلف في فصل الصيف؟ دي حقيقه. احنا بطبيعه الحال الحرق بيبقى اعلى شويه، او نحرق الكالوريز او سعرات الحراريه بتبقى في الشتاء اكتر شويه، فتلاقي الصيف شهيتهم اضعف. لكن اوقات يعني اطفال بيعوضوا الحكايه دي بالمجهود، اللي هم بيبقوا منطلقين اكتر شويه فتلاقيهم بياكلوا مع الصيف. لكن الاهم من كده ان احنا وقت ما يجوعوا بقى نقدم لهم وجبه غذائيه يعني ايه متوازنه متكامله. بالظبط كده. لان اوقات طبعا مع الصيف والسفر والخروجات والكلام ده يعني بياكلوا مثلا بطاطس مقليه الكلام ده كله. طبعا الحاجات دي ما تبقاش اختيارات مظبوطه خالص. طبعا. لكن تمام. في العادي لا ما نقلقش خالص، يعني ما نبقاش مركزين دايما لا ده ما بياكلش زي الشتاء. لا مش لازم ياكل زي الشتاء، بس ياكل وجبه متكامله. صح تمام. طيب وامتى افكر ادخلهم التمرينات الرياضيه بقى؟
ده سؤال جميل جدا. يعني فعلا الحاجات الاساسيه اللي احنا بنشجع الامهات والاباء ان هم يعملوها ان هم ما يوفروش جهد في الحكايه دي. لازم نتعب مع الاطفال في التمارين. الحكايه دي بتفرق معاهم نفسيا وجسديا. صح. نفسيا بتعلي فيهم روح المنافسه ان هو الطفل بنفسه يبقى احسن. بيشوف اطفال تانيين بيختلط، بيتعلم ازاي يلعب مع اطفال تانيين، بيتعلم ازاي يتنافس بالظبط كده. كل الحاجات دي بتنمي جدا في الطفل طبعا. احساسه بنفسه وثقته في نفسه. الجزء الثاني طبعا جسمانيا، يعني مش عايز اقولك ان احنا الاطفال اللي عندهم حساسيه صدر يا دوبك بننصحهم اول ما يبتدوا يتحسنوا شويه ان هم ينزلوا تمارين السباحه، ان ده بيزود من الكاباسيتي او قدره الرئه انها يعني توسع. اه بالظبط. تمام. طيب وفي رياضه معينه بقى بتساعدهم على النمو؟ كل الرياضات ممكن تساعدهم على النمو، بس طبعا بطبيعه الحال الرياضه اللي فيها مجهود بدني كويس دي بتساعد الاطفال على النمو اكتر. من الباص بقى والفيتنس كل حاجه ما تتناسب مع الطفل. ومهم جدا برضو ان احنا ناخد الطفل ونفرجه في النادي، وتحب دي ولا تلعب دي ولا تلعب دي، نخير يعني طبعا احنا ما بنتخيرش للاسف. هو يعني انا مثلا في حالتي انا لفيت على كل التمارين. انا وانا طفله. وانت صغيره؟ انا افتكرت وانا طفله. لا مش بنتي، وانا طفله لفيت على كل التمارين فما ثبتش في حاجه. فاهم قصدي؟ جربت كل حاجه ففي الاخر ما ثبتش في حاجه. لا طبعا السباحه مثلا لازم الاطفال كلهم يتعلموا السباحه. بالظبط. يعني دي مش حاجه رفاهيه. بالظبط. انا اتعلمت يعني بعوم بط كده حلو بعوم. في مرحله ما هينزل الطفل البحر. صح. وهنبقى احنا بعيد عنه شويه، حتى لو يعني احنا بره وهم جوه. صح. لكن برضو بتبقى خطر، فلازم طبعا لازم السباحه من الحاجات الاساسيه. والجيمناستكس عشان اللياقه والحاجات. الكوره بقى هي حسب بقى مهارات الطفل. في اطفال ما شاء الله تشوف لهم فيديوهات بيلعبوا كوره يعني كانوا محترفين، لكن كل طفل مختلف عن التاني. طيب احنا جالنا كده شويه اسئله، فحابه برضو ان احنا ايه نرد عليهم. انا شاكه ان بنتي قصيره. أوكي. اعرف ازاي ان في مشكله؟ طبعا مشكله الطول والقصر دي يعني من دور الطبيب صراحه ان هو يبقى مهتم ليها كمان اكتر من مهتم بيها اكتر من الاباء والامهات. طيب. انا هو اللي بيراقب نمو الطفل على مدار الزيارات اللي بتجيله فيها العياده، وعشان كده احنا دايما بنقول للناس ان هو مش لازم يزور الدكتور لما يكونوا عيانين، بس اتليست في فتره بالظبط متابعه ان شاء الله يا ربي كل شهرين لثلاث شهور، لينا نطمئن ان الطفل بيزيد وزنه بصوره طبيعيه، الطول بيكتسب مهارات جديده لو كان لسه طفل في مرحله تنميه المهارات. فكل الحاجات دي مهمه جدا. احنا شاكين ان الطفل قصير او شاك ان بنتها قصيره، لازم يتقاس يعني طول الطفله بالظبط وكل حاجه، طولها بالذات ووزنها طبعا مع طول الاب وطول الام، لان اوقات بيبقى في متوسط للطول تبقى. صح. الام يعني قصيره شويه والاب قصير شويه وهم متوقعين بنتهم هتطلع طويل. لا احنا برضو لازم ناخد بالاسباب، وبعد ما نستبعد كل الحاجات دي نبتدي نفكر بقى لا قدر الله يعني كان في مشكله في الهرمونات او في النمو او الحاجات التانية. لكن اغلب الناس اللي بيبقوا عندهم مشكله قصر الطول بتبقى سببها حاجات يعني وراثيه او حاجات عائليه شويه. تمام. طيب بنتي وزنها ضعيف مع انها بتاكل كويس ومش بتزيد في الوزن، اعمل ايه؟ دي طبعا دي لازم نتوقف عندها. يعني مفيش حاجه اسمها طفل ما بيزيدش في الوزن ابدا، يعني لازم ندور ورا الاسباب. هل هي فعلا بتحصل على الوجبه المثاليه اللي المفروض تاخدها؟ هل هي بتاكل اصلا كويس ولا ما بتاكلش كويس؟ هي بتقول هنا اعتقد ان هي بتاكل كويس. بتاكل كويس. طب كويس اللي هو ايه؟ كويس بالنسبه للام ولا برضه القيمه الغذائيه اللي بالظبط كده؟ ايه القيمه الغذائيه اللي احنا بنقدمها لها؟ ولو ناقص فيها فيتامينات مثلا؟ بالظبط كل حاجه، املاح، فيتامينات، معادن، مشكله في الحديد، مشكله في الكالسيوم، ولا برضه المشكله ريليتد لحاجات اسريه شويه. أنا ممكن الأم تكون مثلا تقول لك بتاكل كويس وهي دوبك مثلا بتغديها الساعة 5 6 بالليل والبنت تنام الساعة 8 ويوم بيبتدي عندها تاني 8 الصبح، تبدأ تاكل واقعين وجبتين، حاجة في المدرسة وحاجة في البيت. وطبعا نظام غذائي مش سليم خالص، حتى لو بننام الأطفال بدري نبقى عاملين حسابنا إن هم لازم ياكلوا وجبة على الأقل في المدرسة. بس في حاجات بقى مكملات غذائية وكده دي برضو ممكن نديها لو لقينا غزائية. بقى حاجة بس شفتي أنت سميتيها إيه؟ مكملات. يعني ما ينفعش الاعتماد عليها. لا مش بعتمد عليها كده. بكمل بيها بالظبط دي في كيس لو هي فعلا بتاكل الثلاث وجبات بتوعها مع السناكس اللي هي المفروض تاخدهم. ده كده انا بالنسبه لي الطفل اللي بياكل كويس بياخد السناكس مع يعني الوجبات الخفيفه مع الوجبات الاساسيه بتاعت اليوم. بالظبط الوجبات الاساسيه هي الاساس طبعا. السناكس دي برده ايه بنحددها حسب وزن الطفل وعمره. طبعا ممكن تبقى زي ثمره الفاكهه زي مثلا التفاح، الموز، اي نوع من انواع الفاكهه، والزبادي كمان من الحاجات المفيده فعلا، فممكن الحاجات دي نستخدمها مفيش مشكله، بس تبقى برده مع احترام سن الطفل ووزنه قد ايه. لان في اطفال بالعكس احنا بنمنع عنهم السناكس ان احنا عندنا زي مشكله نقص الوزن، عندنا مشكله زياده الوزن. مش عايز اقول لك ان دي مشكله اكبر من نقص الوزن طبعا اكيد، لان الاهل مش واخدين بالهم، بالعكس وفرحانين اوقات كمان ان البيبي وزنه قلبص شويه للاسف. فاحنا لازم نبقى واخدين بالنا من ده طبعا. طيب اخر حاجه عندنا بقى سؤال، ابني عنده حساسيه صدر لازم ياخد البخاخه وانا خايفه يتعود عليها.
دي برضو من الحاجات الشائعه جدا للاسف في مجتمعنا، ان اللي عنده حساسيه صدر البخاخه هتعمل له مشكله. بالعكس، احنا البخاخات دي من اساس علاجات حساسيه الصدر. طبعا تجنب الحاجات المسببه للحساسيه اهم بكتير. يعني مش ممكن يكون الاب او الام بيشربوا سجاير او شيشه حتى دلوقتي في البيت واحنا مستغربين البيبي عنده حساسيه او بيكح كتير؟ صح. طبعا لازم نتجنب اصلا الاسباب المسببه، التنظيف برضو بقى وقت كل حاجه، التراب، الطبيخ، معلش يعني ريحه الطبيخ، والقلي والكلام ده كله، السجاير، الشيشه، البرفيوم. في اطفال للاسف دلوقتي بيمسكوا السبراي ويقعدوا يحطوا لنفسهم منظفات. هو حتى حاطين عاملين لهم هم برفانات ليهم، فهم متجننين بيها. من اول سن كام ممكن يحطوا برفان الاطفال؟ اللي يحطوا ده يا ريت يبقى الواحد هم عايزين يعني. هم نفسه يعني البنات، انا بتكلم على البنات لان طبعًا انا مفيش عندي. لو مفيش حاجه تمنع ما عندهمش حساسيه يحطوا، ونحط ما تبقى حاجه خفيفه لازم قوي. صح. والكول بار فري يعني تبقى كحول فيها، حاجات كلها بسيطه خالص. ويعني الحاجات دي برضو خلي بالك يعني زياده لكن طول كل ما احنا بنتجنب الحاجات دي كل ما كان الموضوع احسن. كده احنا يعني حاولنا نلم برضو مع بعض المرحله بتاعه دخول الحضانه والمدارس. انت جزء البخاخه، معلش انا هقاطعك عشان القصه هيتعود عليها، عشان نبقى جاوبنا لها فعلا على السؤال كله. اهو البخاخات الطفل ما بيتعودش عليها، لكن بالعكس هو بيبقى محتاجها فعلا. فالام بتقول ده اتعود عليها، اول ما بطلتها له رجع يكح تاني. بالعكس، ده هي عشان هي اللي كانت عامله التاثير الكويس. فاحنا بنشجع الامهات اللي عندهم اطفال عندهم حساسيه، طالما الدكتور هو اللي مشخص الحاله، الدكتور لازم اللي يبقى كاتب بالظبط، هو اللي كاتب الجرعات والجرعه ومحدد كل حاجه، لازم نلتزم بالحاجات دي. ولو احنا عندنا اي مشكله مش عارفين نكمل عليها او مش عايزين لاي سبب ان كان، نرجع لازم نستشير الدكتور طبعا. وهو برضو ايه هيقول لنا ايه البدائل وايه اللي احنا ممكن نعمله. طبعا. صح كده. كده انا بشكر الدكتور احمد جمال سامي، كان معايا النهارده قال لنا على معلومات مهمه جدا، رد على اسئله، واللي انا يعني طبعا تعبتك فيه. لا طبعا. وقرفتك تاني، دي تريد الكلمه بتاعتي يا جماعه، احفظوها معايا. لا لا خالص. فيعني بشكرك جدا، وان شاء الله ان شاء الله نبقى مع بعض كمان تاني بقى في التغذيه والحاجات دي للاطفال، لان احنا محتاجين نعمل توعيه جامده جدا للاطفال والامهات، ان هم ايه الحاجات اللي ياكلوا الاولاد ازاي، وايه الحاجات البدائل، ونشوف برضو موضوع الحساسيات ده يعني نبقى نتكلم فيه بقى بحاجه اقوى شويه. بس اجي عندكم المطبخ بقى تاكلوا. هتيجي يعني. لا بس المره الجايه بقى يبقى في المطبخ خلاص كده. اوكي، احنا طالعين نعمل فخده. ها فعلا، فخده بصوص يجنن. نطلع دلوقتي مع بعض الفاصل ونرجع بالوصفه بتاعتنا. زي ما اتفقنا قلنا هنعمل الفخده مع بعض، هنعملها بطريقه جديده، حشوه جميله جدا. وبرده اللقاء اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه جدا ويكون عجبكم، والمعلومات اللي فيه كلها افادتكم. ونعمل بقى بيها، تعالوا نشوف الاول ايه المقادير عندي للصوص بتاعه. هجيب الثوم، عندي البصل، عندي الليمون المبشور، وعندي عصير الليمون، عندي الكيبرز، عندي الكزبره والنعناع، وبعدين عندي بقى الخضره بتاعته اللي هحطها تحتي الحلوه جدا. عندي البصل، البصل الاحمر والبصل الابيض، الجزر، البطاطس، وبرده عندنا هنا الثوم المفروم، المفروم والثوم الصحيح، عندنا الزعتر والروزميري والخضره، وبرده عندنا تاني الليمون. اول حاجه هعملها ان انا عايزه ايه اتبله، يتبل بقى حلو معانا كده بالملح والفلفل، وايه وبعد كده نخش مع بعض في ايه في الاكله نفسها. يلا بينا. طبعا هيخش الفرن ويطلع حلو جدا، والخضار بيكون تحتيه هيعجبكم. وبرده نعمل الصوص بتاعه بطريقه جديده بقى، اللي هو ايه الحشوه بتاعته، وبتبقى جميله جدا في الوقت ده بالذات. اهو الايام بتاعت شم النسيم والحاجات دي بتبقى محتاجه اكلات حلوه. احنا هنفتحه كده اوكي عشان ايه هنحشيه، وبعد كده هنقوم قافلينه، والدهن هنخليه من بره مش هنخلي الدهون ايه جوه. اهو كده نعمل ملح ونعمل الفلفل كده وندعكه كويس. يلا بقى ايه نعمل الصوص مع بعض زي ما ايه اتفقنا. هنحط مقاديره كلها هنا اهو، ده الحشوه بتاعتنا،
نحط بقى النعناع والايه الخضره الجميله اهو، هنحط الكيبرز، الثوم، البصل، وايه بشر الليمون والليمون، وهنحط مع بعض الملح والفلفل وايه والزيت. كده وايه رشة ملح ورشة فلفل كده، وبرضو ناخد شوية من بتوع الخضار اهم، نحط هنا كده بس. يلا بقى بينا، يلا بينا. تمام، يلا. الريحة حلوة جدا جدا، فايه حلوة قوي معانا، فعايزاكم تجربوا ده وتقولوا لي طلع معاكوا عامل ازاي اهو. يلا بقى ايه نجيبه كده وننقله ونشوف مع بعض. اوكي اهو، عايزين بس بقى ايه الفتله دوباره او حاجه عشان ايه اعرف ان انا الف الفخده بيها. ممكن تلفوه، ممكن ايه ما يتلفش، طبعا لما يتلف بيبقى احسن. تمام كده، يلا بينا نطلع بقى ايه الصينية اللي هنشتغل عليها، ونشيل ده خالص. النهاردة عايزين نتكلم عن الاختيار المستشفيات، ودي بتبقى حاجة محيرة جدا جدا جدا. الأم بتبقى طبعا عايزة أحسن حاجة، عايزة تاخد الـ يعني هنقول العناية كلها، فعايزين إن احنا برضو نبقى أهو كده. نفرده بقى، هحط ايه كده، ادعكه بالزيت اهو، وايه نعمل بقى الحشوة بتاعتنا الحلوة اللي احنا عاملينها دي، نحطها كده ايه، هقفل عليها. شايفين ازاي؟ اوكي كده، نقفل كده وايه، يا اما بقى هتسيبوه يا اما هنقوم رابطينه. طبعا كل ما كان مربوط كل ما كان ايه احسن. نمسك، وبعدين هجيب بقى ده وهحطه على الوش عشان يخش الفرن بالتتبيله بقى بتاعته الحلوه. ايوه كده. اول حاجه عايزه ايه ابدا ان انا اعمل الخضروات عشان ندخل الفرن على طول. طبعا احنا عاملين نسخه لانه بياخد وقت طويل جدا علشان عايزين نسويه بقى سوا حلو. اوكي، البصل كده نفتح شويه على قد ما نقدر اهو، ونتبله بقى تتبيله حلوه وندخله معاه الفرن كده حواليه يستووا مع بعض، وايه نزلوا الصوص بتاعهم. وزي ما اتفقنا عايزين اختيار المستشفى بنختارها، طبعا بيكون حاجه بالنسبه لنا مش سهله قوي، فايه فعايزين نشوف ايه هي الحاجات. انت طبعا بتسالي الدكتور بتاعك، هو بيرشح لك
مستشفى، وبعد كده بتروحي المستشفى كذا بيديكي كذا اسم مثلا، بتروحي بتشوفي بتقابلي الممرضين، تشوفي الاوضه، تخشي الاوضه اللي ممكن تشوفيها، و وبعد كده بتقرر طبعا على حسب الرعايه، بنشوف الرعايه، وطبعا دكتورك انت تثقي فيه، فدكتورك هيديكي يعني من الاخر المفروض. بس انت لو ايه قلقانه او حاسه ان عندك اي حاجه بتقومي رايحه على طول اهو كده. تعالوا بقى ايه نعمل الصوص مع بعض. يلا هحط بقى هنا ده، وايه نحط نظبط معاها الملح، الفلفل، وبقى ايه هنحط طبعا الزعتر والقير والروزميري اهو، هنحط الثوم والليمون، وهنرش من الخضرة، بعدين نقلب كويس بعد ما نحط ايه زيت الزيتون او الزيت العادي على حسب الايه استخدامكم. اهو كده انا ايه عملت الخضار كله بقى عنده نفس التتبيله الحلوه، وهبدا بقى ان انا احطه ايه كده مع الفخده. كده اهو والصوص كله ينزل، ندخل بقى الفرن. يلا تعالوا بقى ندخل الفرن ونظبط برضو هنا، ونحط الثوم برضو هنا معاهم يتشوي، بيبقى طعمه حلو جدا لما ايه يبقى ثوم مشوي كده معانا. يلا بينا ندخل بقى الفرن ونيجي على طول. وهنا اهي بعد ما خلصت دي النسخه اللي احنا عاملينها واتفقنا، وهنا الصوص بتاعها الزياده كده. عملنا معاكم الفخده، عملناها ومعاها الحشو الجميل، وعملنا معاها الروستد فيجيتابلز او الخضروات بطريقه حلوه برده، تتبيله جميله، وعملنا الصوص بتاعها على جنب نسيبه علشان لو حابين دايما نزود. وزي ما اتفقنا اتكلمنا على المستشفيات وازاي اعرف انقي المستشفى اللي انا هولد فيها، وبرده اتكلمنا في اللقاء مع الدكتور احمد جمال سامي دكتور الاطفال، وسالناه الاسئله اللي احنا محتاجينها لاطفالنا في الفتره الثانيه من العمر بتاعهم اللي هو من 6 شهور. اتمنى تكون وصفه خفيفه واللقاء يكون عجبكم ومفيد، واستنوني في حلقه جديده من عمايل ايديا.